مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الكفتة المشوية على الفحم. لازم تكون اول شي اللحمة مدهنة للشوي على الفحم. عنا كيلو لحمة مفرومة ناعم، بصل، بصلتين بهيدا الحجم، بقدونس، ملعقة صغيرة سبع بهارات، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة طعم ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدنا نفرم البقدونس والبصلة. بنحط البصلة والبقدونس مع بعض، برش عليهم شوية ملح، كمان منعقمهم. انتهينا من فرم البقدونس والبصل. بحطهم فوق اللحمة. بسم الله. هلا برش فوقهم الملح والبهارات، بحركهم منيح مع بعض. هلا الكفتة صارت جاهزة للشك. بنغط ايدنا بشوية مي، اصابعنا نعملها بهيدا الشكل. بسم الله. بنشكها بهيدي الطريقة. شفتوا كيف؟ نكبسها من هون ومن هون عشان ما يفلت تسيخ بالشوي. بهيدا الشكل بنغط ايدنا بالمي، كمان نفس الشي منشيل من الكفتة نعملها بهيدي الطريقة. شفتوا كيف؟ بهيدا الشكل. هول الكفتة بعد ما شكيناهن، هلا بدنا نشويهن. لنبلش شوي بالكفتة بهيدا الشكل. بسم الله. بس شوي تاخدوا النار على الكفتة حوالي نص دقيقة بنقلبها عشان ما توقع الكفتة عن السيخ. هلا بنقلبهم. بعد حوالي نص دقيقة قلبناهم بهيدا الشكل عشان ما يوقعوا عن السيخ.